العفون وشيب حلق. البعض يصنعها من جلد الغزال أو الذئب، وتنظيم داعش كان يقتل من يضرب عليها. دفوف الموصل مهنة تراثية قديمة تزدهر صناعتها من جديد بعد اختفائها. أنا رجعت اليوم، فتحت هذا المحل لأزاول هاي المهنة، لأن هاي المهنة بوقت داعش كانت ممنوعة وحرام، ما يقبلون بيها، والناس متشوقة تريد تسمع الموالد، تسمع المدايح والأناشيد الدينية. القوات العراقية أعلنت هزيمة داعش في العراق عام 2017. عاد من بعدها حرفيون وموسيقيون إلى مهنة الأجداد، من بينها الدف، وهو آلة إيقاعية عربية قديمة مكونة من إطار يسمى الطارة، يشد عليه جلد حيوان رقيق على أحد وجهيه، ويحاط بإطار خشبي دائري، وتعلق على إطاره صنوج مستديرة من النحاس. فأنا يصيح برجال أغلى أنواع الدفوف هو المصنوع من جلد الغزال والذئب، وتحظى هذه الآلة الموسيقية بشعبية كبيرة في العراق والشرق الأوسط عامة، وتستخدم في الاحتفالات الدينية الشعبية.